السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنشوف شوية مواقع بتشتغل بالذكاء الاصطناعي خاصة بمجال العمارة. أول موقع معانا اللي هو موقع mnml.ai، ده ممكن تفعله سكتش انت رسمه بخط الإيد وهو يعمل له رندر بالشكل اللي انت شايفه دلوقتي، زائد ان هو ممكن تعمل لك ريديزاين، يعني تديله مكان معين فهو يبدأ يدرس الخطوط الأصلية ويبدأ ان هو يعمل لك عادة للديزاين بتاعتها. الرندر بتاعه في اكستيرور اي اي او انتيرور اي اي، بتصور مكان وتقول له انا عايز الحاجه دي مودرن او عايزها كلاسيك او الشكل اللي انت عايزه، يبدا ان هو يعمل له رندر. ممكن تحدد جزء معين وتقول له انا عايزك تغير له الشكل ده مثلا بميه باشجار بشارع، يبدا ان هو يعمله لك. فده اول موقع معانا خاص بالذكاء الاصطناعي. موقع تاني خاص بالاركتكتشر والانتيرور ديزاين، لو عندك اي صورة هو يبدأ ياخدها ويعمل لها اعادة للديزاين زي الشكل دوت مثلا اهو، يبدأ يديك مقترحات معينة بحيث ان انت تشوف اني افضل بالنسبة لك. نفس المكان ممكن يديك كذا ستايل ليها وانت تختار الحاجة المناسبة ليك. موقع اخر اركتكت اي اي، برضو بترفع له حاجة سكتش وهو يبدأ يعمل لها الرندر بالشكل دوت. كل عليك ان انت ترفع السكتش او الصورة وهو يبدأ يحللها ويشوف الخطوط الاساسية اللي فيها ويبدأ بعد كده يعمل لها الرندر بالشكل دوت، حاجة مثلا لاندسكيب بالشكل دوت. ممكن ترفع له حاجة كده فاضية خالص هو يديك مقترحات ليها. حسب الستايل اللي انت عايزه، يعني ممكن يعملها لك مثلا حاجة بشكل فضائي بشكل دوت. نفس المكان ممكن تعمل له اكتر من شكل، يعني نفس المبنى هوت لكن مثلا ممكن بالاسلوب المصري بالاسلوب الياباني بالاسلوب الريفي، يبدا يعمل لك كذا ستايل ليها. طيب موقع كمان اسمه سواب، ده موقع جميل جدا، انت بتبقى عندك الديزاين لو حصل اي تعديل هو اوتوماتيك يصلح لك كل حاجه. هنشوف بعض الفيديوهات كده سريعا دي لان هو فعلا فكرته جميله جدا. اي تعديل بيتعمل في المبنى كله في ثواني، يعني ممكن مثلا انت عدلت غرفه هو يبدا يعدل لك بقيه الغرف اللي اتاثرت بالغرفه ديت ويديك الديتيل بتاع ال 3D، يعني تقدر تقول موديل بيم بس اذكى شويه او معمول له سمارت بشكل جميل. طيب تعال نشوف موقع اسمه ماكيت، ده بيعمل لك جنريتيف ديزاين. تقول له انا عايز مثلا حاجه 3 ادوار 4 ادوار يكون فيها مثلا غرف معينه، يبدا ينشئ لك كلها مره واحده. وممكن تكتب برومت يعمل لك الرندر بتاعها، مش بتقول له اعمل رندر، لا انت تكتب بقى ايه الرندر اللي انت عايزه والاشكال اللي انت عايزها. اكتب مثلا انا عايز المنظر بالليل، تكتب بس كده المنظر بالليل يعملها لك. اي حاجه انت عايز تعملها اكتبها بس هو من خلال التكست يعمل لك الفيديو اللي انت عايزه. اكتب انا عايز، اكتب انا عايز الستايل الفلاني هو يغير لك المبنى للستايل اللي انت عايزه. الفلور بلان هوت لغيناها ولغينا الجزء دوت، نقول له بقى كمل. الرندر بقى لما عملنا الرندر ممكن تعمل سيلكت على اي جزء وتقول له حط لي هنا باب شيل لي باب زي ما انت عايز. تقدر بسهوله تعمل اكتر من ديزاين ستايل وتعيد عليه. ده موقع ري رندر اي اي، تقدر ترفع له حاجه بالشكل دوت تلاقي الرندر جاهز، يعني ترفع حاجه مثلا معموله بالسكتش اب معموله باسبس حاجه ممكنه ويعمل لك الرندر بتاعها صور سكتش زي ما انت عايز.
موقع تاني AI for Spaces، بتبدأ تديله مثلا حاجة بسيطة خالص هو يبدأ يعمل لها الريندر، ممكن حاجة بسيطة حتى لو مرسومة بخط الإيد يبدأ برضه يعمل لها ريندر بشكل احترافي. والموقع ده برضه IACREA، هو موقع فرنسي زي ما انت شايف، حاجة زي كده يبدأ يعمل لها الريندر بالشكل دوت، حاجة مرسومة بخط الإيد يبدأ يعملها بالشكل دوت، فبيبدأ يديك ستايلات كتيرة. موقع اسمه فيرشوال هاوس فليب برضه نفس الفكرة، بتديله مبنى هو يبدأ يعمل له أكتر من تصميم. هنا بتكتب اللي انت عايزه وهو يبدأ يعمل لك الديزاين بالشكل ده. وموقع كونكس موقع ممتاز جدا، بتبدأ ان تحدد المكان اللي انت عايزه، قطعة الأرض، هو يبدأ ان هو يديك التصميم حسب بيبدأ بقى يدرس قطعة الأرض والجيران والحاجات دي كلها. انت عايز تعمل المشروع ده عبارة عن ايه، فيلا او كذا، يعني بتسألك بعض المعلومات ويبدأ بقى ان هو يشوف مثلا عندك جار، جارين، تلاتة، بتحدد اللي انت عايزه، الديزاين فيو اللي انت عايزه، المين ستريت يعني واحد فيهم، وبعد كده هقول له ابدأ اديني تقسيمات. فهو بيبدأ يدرس المكان ويبدأ ان هو يقول لي افضل تقسيمة بالنسبة لنا ايه، اقدر اضيف في اي وقت سبيس زي ما انا عايز بالشكل دوت. والمهم ان هو بيديني التصاميم دي اقدر اسيفها PDF او اوتوكاد، واقدر اعدل على الاوتوكاد وارفعه تاني، ويبدأ يديني دراسة للارض، تقدر تشوف الحاجات 2D بالشكل دوت على كل الدايمنشن اللي انت ممكن تحتاجها، وتقدر تسيفها زي ما انت عايز. كل دور بيبدأ يديك المخططات بتاعته، وتقدر تحملها DWG تعدل عليها وترفعها تاني، مفيش اي مشكلة خالص فيها. اتمنى المواقع دي تعجبكم، ولو عندكم اي مواقع مشابهة يا ريت تكتبوها لنا في التعليقات.